هنتكلم النهارده عن بيولوجيكال تريتمنت. يعني ايه بيولوجيكال تريتمنت؟ الاسم العلمي بيولوجيكال ريسبونس موديفايرز او بي ار امز او بيولوجيك ديمارد، بتكتب بي صغيره جنب كلمه ديمارد، او اختصارا بنقول بيولوجيكس. تمام كده؟ طيب يعني ايه بيولوجيك ريسبونس موديفايرز؟ من اسمهم كده، هم مجموعه من الادويه التي تقوم بما يلي. اول حاجه اولتر ذا هيومن بودي ناتشرال بروسيس، هي حاجه بتشتغل على الناتشرال بودي بروسيسز اللي في الهيومن بودي، يعني بتشتغل على شغل انزيم معين، شغل هرمون معين، شغل انترلوكين معين، حاجه ناتشرال بروسيس في الهيومن بودي هي بتغيرها، يا اما بتنهبت وده الموست كومون، يا اما ممكن تو ستيموليت في بعض الحالات. كومونلي افكت سيل تو سيل مسجنج نتوركس يوزد باي اولموست اول اوف ذا سيستم. طبعا السيل تو سيل مسجنج دي هي الرسائل اللي بين كل خلايا الجسم، تقريبا بتستخدم في كل اجهزه الجسم. lead to either blocking زي ما قلنا blocking or increase in the process it is affecting. هي عاده بتشتغل بانها بتبلوك، ممكن في بعض الحالات بتبقى increase الاكتيفيتي. variety of uses طبعا احنا كروماتولوجي بنستخدمها اصلا في علاج الارثرايتس، اللوبس، الروماتولوجي ديز كلها، الاوتو اميون ديزيز، لكن لها استخدامات ثانيه زي الكانسر واند سام اذر ديزيزز. هنشوف في اخر المحاضره ان في مجالات كتيره جدا هتفتح فيها قصه البيولوجيكس. طيب يا اما في عندنا سايتوكاين ريبليسمنت اور اولتريشنز زي الانترفيرون، الانترفيرون بتاع زمان بتاع الهيباتيتس ده اصلا واحد من البيولوجيكس، لان بينطبق عليه نفس فكره البيولوجيك، هو حاجه طالعه من بيولوجيكال اوريجن وبتشتغل اجينست سيرتن بيولوجيكال بروسيس. يبقى احنا هنا ايه؟ السيتوكاين ريبليسمنت او التريشن زي الانترلوكينز والانترفيرونز، دي انا بعمل ريبليسمنت لحاجه ناقصه او بزود اكتيفيتي لحاجه موجوده عشان ليها دور معين. الصوت بيقطع، طب ليه بيقطع؟ ليه معانا كويس يعني؟ طب كده كويس، انا هحاول اقرب من السماعه شويه كده. الصوت كويس؟ كده الصوت كويس؟ تمام تمام. يبقى ال البيولوجيكس انواعها يا اما سيتوكاين ريبليسمنت او التريشنز، وقلنا الانترفيرون شخصيا ده واحد من البيولوجيكس. الانترلوكينز مش احنا هنا بنشتغل في الروماتولوجي في انترلوكين انهبيتورز، لكن الانترلوكين نفسه لو واحد عنده مشكله في انترلوكين معين واديته له انا من بره ده عباره عن بيولوجيكال تريتمنت. في نوع ثاني هو ريسبتور موديوليتورز بلوكرز او ستيموليتورز. الريسبتور موديوليتورز زي الايتانرسبت والاليفا سبت. هناخد بالنا بعد شوية. دكتور شيماء في حاجة؟ تمام. الريسبتور موديوليتور سواء بلوكر او ستيموليتورز، ناخد بالنا ان دايما بيبقى اخر الاسم سبت، هناخد بعد شوية ان اخره اسمه سبت. لما نلاقي حاجة اليفا سبت، اباتا سبت، ايتانر سبت، اي حاجة اخرها سبت يبقى دي ايه؟ يبقى دي ريسبتور موديوليتور. النوع الثالث اسمه مونوكلونال انتي بوديز. مونوكلونال انتي بوديز اللي هو يا اما ستيموليتورز او انهبيتورز. احنا طبعا شغلنا معظمه على الانهبيتورز، فيبقى عندنا ثلاث انواع من البيولوجيكال ان جنرال. طريقه تسميتهم بقى زي ما قلنا من شويه، اللي اخرها الريسبت او سبت بس ممكن تبقى سبت، مش لازم تكون ريسبت.
زي اباتاسبت زي اليفاسبت، دي تبقى ريسبتور افكتنج مولكيول، يا اما بلوكر ودي معظم الحاجات بتاعتنا، يا اما ستيميوليتور. الاخرها ماب، ماب دي اختصار لكلمه مونوكلونال انتي بودي. يبقى اي حاجه عندنا اخرها سبت دي ريسبتور افكتنج مولكيول، واي حاجه اخرها ماب تبقى مونوكلونال انتي بودي. ودي بقى بتختلف من اكس ماب زو ماب مو ماب، هنفهمها بعد شويه. الاكس ماب ده كايميريك مونوكلونال، الزو ماب هيومانايزد مونوكلونال انتي بودي، والمو ماب فولي هيومن مونوكلونال انتي بودي. يعني ايه الافلام دي؟ هنشوفها في الصوره اللي بعدها على طول. دي الاسامي اللي هي بتاعت دي، مش هنعديها بسرعه كده اهي، دي اللي انا عايزها. دلوقتي لو انا خدت ماوس انتي بودي، خدت انتي بودي من الماوس، يعني انا خدت مثلا خدت تي ان اف هيومن نكروز انفكتد من هيومن وحقنته للماوس، هيحصل ايه؟ الماوس هيعمل انتي بودي للانتر للهيومن نكروز انفكتد ده مديهوله. الماوس انتي بودي ده ينفع اخده زي ما هو كده واوديه للهيومن احقنه في الانسان؟ ما ينفعش. ليه؟ لانه هيبقى انتيجينيك فور هيومن. لو فاكرين في زمان في الايمونولوجي ان الانتي بودي ده مكون من حاجتين، حاجه اسمها اللونج تشين اللي هي الدراع الطويله دي، وحاجه اسمها الشورت تشين الدراع الصغيره دي. اللونج تشين مقسومه نصين برضه هنا عند راس الواي دي، فالحته الصغيره من اللونج تشين دي مع الحته اللي جنبها اللي هي الشورت تشين عاملين مع بعض حاجه اسمها اف اي بي بورشن، اللي هي انتيجين بايندينج بورشن. اي بي معناها انتيجين بايندينج والاف طبعا فراجمنت، دي الحته اللي بتمسك في الانتيجين. الحته اللي هي الطويله بقى دي باقي الواي بتبقى تمام. احنا وقفنا في حته ان احنا ده الانتي بودي بتاع الفار. انا اخذت انتيجين وليكن مثلا هيومن نكروز فاكتور من الهيومن وحقنته في فار، فالفار عمل ايه؟ عمل انتي بودي. على مستوى هنا مش هينفع ان انا اخد الانتي بودي ده اللي عمله الفار واحقنه في هيومن. ليه؟ لانه هيبقى انتيجينيك فور ذا هيومن، وبالتالي مش هينفع اني اديهوله، مش هيشتغل، الجسم هيتعامل معاه باعتباره حاجه غريبه وهيكسره، يبقى هيعمل لي مشكلتين. اول حاجه مش هيشتغل، تاني حاجه هيتحول الى انتيجينيك وبالتالي هيعمل انافلاكسس، هيعمل حساسيه. فيبقى ده ما ينفعش خالص، اول نوع ده مرفوض تماما. النوع اللي جنبه اللي هو اسمه كايميريك. ايه كايميريك ده؟ انا خدت الاف سي بورشن بتاع هيومن انتي بودي، بتاع هيومن مش بتاع فار، وخدت الاف اي بي بورشن من الفار. يبقى احنا بعد ما حقنت التي ان اف بتاع الهيومن حقنته في الفار، الفار عمل انتي بودي اجينست التي ان اف بقى اسمه انتي تي ان اف. رحت انا جبت بقى فكيته من بعض وخدت الاف اي بي بورشن اللي هو فراجمنت فور انتيجين بايندينج، دي معنى كلمه اف اي بي، وحطيته في الاف سي اللي هو فراجمنت كونستانت بتاعت الهيومن، فبقى اسمه كايميريك. الكايميريك ده بيسمى اكسي ماب، اكسي يعني اكسترنال، لان انا واخد كل الاف اي بي بورشن من الانيمال، يبقى اسمه اكسي ماب. زي مين عندنا؟ انفليكسي ماب، ريتوكسي ماب، اي حاجه اخرها اكسي ماب يبقى معناها اكسترنال، يعني واخد الاف اي بي بورشن كله من مين؟ من الانيمال، واخد الاف سي بورشن من الهيومن. طيب لو انا بقى خدت بعض الاجزاء من الاف اي بورشن ده وبدلتها باجزاء من الاف سي من الهيومن اف اي بي بورشن، خدتها من هيومن، يبقى عملت شويه ايه؟
موديفيكيشن فبقت اقرب لبتاع الهيومن، يبقى اسمها هيومنايزد انتي بودي. دي بيبقى اخرها اسمه زوماب. زوماب يعني هيومنايزد، فيها زد كلمه هيومنايزد حطيناها كلمه زوماب عشان ما ننساهاش، زي سيرتولي زوماب. تمام. لو انا قدرت اعمله كله هيومن، الاف اي بي والاف سي، طبعا مش بحقنه في هيومن، يعني انا بعملها عن طريق الجينيتك انجينيرنج، بحقنه في ييست واخلي الييست تعمل لي هيومن انتي بودي، يبقى دي اسمها فولي هيومن انتي بودي. ده شبه اللي الهيومن بيعمله لو انا حقنت الماده دي في الهيومن، هيعمل لي نفس الشكل ده، يبقى اسمه فولي هيومن انتي بودي. ده بيتسمى موماب، يبقى اسمه اداليموماب، جوليموماب، اخرها موماب، تبقى مين؟ تبقى فولي هيومن انتي بودي. يبقى نرجع تاني، الماوس انتي بودي ليس له اي دور في الطب، لان مجرد ما حديه هيتحول لانتيجين والجسم هيتفاعل ضده وهيعمل لي انافلاكسيس، وممكن العين يموت اصلا من ان انا دخلت له ماوس انتي بودي. الماوس هيومن كايميريك ليه استخدامات، لكن ده الاف اي بي بورشن كله جاي من انيمال، يبقى اسمه كايميريك، زي الاكس ماب، انفليكس ماب، ريتوكس ماب. لو هو هيومنايزد في اجزاء من الاف اي بورشن، اف اي بي بورشن من الهيومن واجزاء ثانيه من الانيمال، يبقى اسمه هيومنايزد انتي بودي. لو هو فولي هيومن يبقى اسمه موماب، زي اداليموماب. تمام كده؟ ايه بقى ده؟ ده اسمه ريسبتور انفليكتور افكتور، سواء ريسبتور انهانسر، وده نادر في استخدامه، او الاكثر عندنا ريسبتور بلوكر. بعمله ازاي ريسبتور بلوكر ده؟ بجيب التي ان اف ريسبتور مثلا، عندنا احنا مثلا لو بنشتغل على التلر ريسبت، بجيب التي ان اف ريسبتور واشبكه في الاف سي بورشن بتاعت هيومن اي جي جي. يبقى انا هنا عملت، جبت الانتي بودي بتاع الهيومن، خدت منه الاف سي بورشن وشبكته في الريسبتور بتاع الحاجه اللي انا عايز اشتغل عليها. لما اجيب الاف سي بورشن بتاع الانتي بودي بتاع الهيومن واركبه على تي ان اف ريسبتور، يبقى هيشتغل هنا ايه؟ هيبقى تي ان اف بلوكر، اللي هو اسمه ايه بقى؟ اسمه ايتانر سبت، ولازم اسمه هنا يبقى سبت. في حته ما عادش نسينا نقولها، ان الاف اي بي ده هو انتيجين بايندنج فراجمنت، طب الاف سي، الاف سي ده كونستانت فراجمنت. ليه كونستانت؟ لانه ثابت لكل سبيشيز، يعني الاف سي بتاع كل الهيومن شبه بعضهم، لكن الاف اي بي بتختلف بحجم باختلاف الانتيجين اللي هشتغل عليه. الاف اي بي ده انتيجين سبيسيفيك، يعني لو جبت انا تي ان اف بلوكر بتاع هيومن، وتي ان اف بلوكر بتاع خنزير، وتي ان اف بلوكر بتاع فار، هلاقي الثلاثه الاف اي بي بورشن بتاعهم شبه بعض تقريبا. هيختلف تماما في الاف سي بورشن، لان ده سبيشيز سبيسيفيك. يبقى نقول تاني، الاف سي ده كونستانت لكل نوع من الكائنات، يعني بتاع البني ادمين زي بعض، بتاع الفئران زي بعض، بتاع البقر زي بعض، لكن في كل سبيشيز هو شبه بعضه كله. عشان كده انا اخد اي اف سي بورشن اركبه على الاف اي بي اللي انا عايزه، يبقى انا عملت الانتي بودي اللي انا عايزه في السبيشيز اللي انا عايزها. ودي كانت اول تقنيه الهندسه الوراثيه، في ان انا باخد بس الاف اي بي من الانيمال واركبه في اف سي هيومن، يطلع لي كايميريك انتي بوديز، يعني هيومن لكنه مش هيومن قوي. التقنيه بعد كده تطورت لهيومنايز ثم لفولي هيومن. وقلنا طبعا الريسبت بلوكر بيشتغل ازاي، دي عشان نفهم بس، لما اقول لك اسم الدواء تبقى عارف من اول ما تسمع اسمه بس بيشتغل ازاي، وفولي هيومن ولا كايميريك ولا هيومنايز. من الصوره دي نتوقع مين بقى اللي ممكن يعمل انافلاكسيس، اكتر واحد ممكن يعمل انافلاكسيس مين؟ طبيعي هيبقى الكايميريك. ليه؟ لان ده اكتر واحد في حته نون هيومن، بالرغم من ان الاف اي بي بورشن ده انتيجين سبيسيفيك،
لكن برضو الحتة دي هتبقى انتيجينيك شوية، فبرضو ممكن تعمل انتي بوديز اجينست، بيسموها انتي دراج انتي بودي. يبقى انا اتوقع الانتي دراج انتي بودي، واتوقع الانافلاكس، واتوقع المشاكل كلها هتحصل اكتر من مين؟ من الكايميريك. هذا لا يعني ان الهيومن ولا الهيومنايزد ما بيعملوش، لا بيعملوا برضو بس اقل. ليه اقل؟ لانه ده فول هيومن او ده هيومنايزد، فنسبه للجزء الاجنبي اللي هو مش هيومن قليله قوي او مفيش. طب ليه بيعملوا برضو؟ لانه مفيش بني ادم شبه التاني 100%. دي فكره زرع الاعضاء، برضو بيحصل شويه اختلافات بتعمل انتيجينيستي شويه. يبقى انا مهما عملت برضو في جزء انتيجينيستي هيفضل معايا في الاخر، مش بوصل للزيرو، ده كده بحاول اقلل بقدر الامكان. دي تسميه عامه للانتي بوديز. ميكانيزم اوف اكشن طبعا كجروبز، لان احنا من البيولوجيكال ريسبونس موديفايرز على مستوى الروماتولوجي، في عندنا انتي دي ان اف الفا اللي هم تي ان اف ريسبتور بلوكرز او تي ان اف مونوكلونال انتي بوديز. مين تي ان اف ريسبتور بلوكر اللي حياتنا؟ ايتانرسبت. مين المونوكلونال انتي بوديز الباقيين بقى؟ اللي هم انفليكسيماب، اداليموماب، جوليموماب، تمام كده، تركليزوماب. لما نشوفهم كده انفليكسيماب نسأل ولا ما نسألش؟ انفليكسيماب ده ايه؟ برافو، كايميريك مونوكلونال انتي بودي. طيب اداليموماب يبقى مين؟ يبقى فولي هيومن مونوكلونال انتي بودي، تمام كده. يبقى انا من اسمه عرفت هو بيشتغل ازاي، وفولي هيومن ولا بارشال هيومن ولا شكله ايه بالظبط. المجموعه اللي بعد كده اسمها تي ان اف برودكشن بلوكرز، ودي مش كتير يعني استخدامها مش كتير لسه ما نزلتش كتير يعني. في الانتي انترلوكنز، انتي انترلوكنز اللي هم مين بقى؟ اللي هم زي انترلوكين 1 بيتا انهبيتور، تمام، زي انترلوكين 6 انهبيتور. انترلوكين 6 اللي هو مين؟ نعرفه توسيليزوماب. طب نقول توسيليزوماب يبقى ايه؟ انا بس على فكره اللي عارف الاجابه يقول توسيليزوماب زوماب يبقى ايه؟ يبقى هيومنايزد مونوكلونال انتي بودي. بعديه انت لوكين 17، حد يعرف اسمه؟ 17 يا جماعه سيكيوكينوماب، ده ايه؟ ده فولي هيومن. 12 23 هناخد مع شويه اوستيكينوماب برضو فولي هيومن. انتي تي سيلز اللي هي بريفنترز اوف تي سيل، زي مين؟ زي انتي سي دي 28، هنقول بعد كده بالتفصيل الحاجات دي. انتوا عايزين الصوت؟ عايزين الصوت. طب نشوف كيف الصوت دي. انا كده مش كده، انا من الكمبيوتر مش لاقي الكمبيوتر. من منين حكاية الصوت دي يا جماعة؟ في انميوت. طب هو فاضل 7 دقايق قبل ما يقفل علينا، لما ندخل تاني لما نعملها بان ميوت، تمام. طيب في عندنا انتي سي دي 11 ده برضو من انتي تي سيلز. في عندنا انتي سي دي 2، في بعد كده مجموعه اسمها انتي بي سيلز، دي احنا بناخدها بسرعه، بعد شويه هناخدها بالتفصيل، هناخدها بعد شويه بعد 3 دقايق كده هنبتدي ناخد المجموعه مجموعه بالتفصيل. انتي سي دي 20 اللي هو مين؟ ريتوكسيماب. ايه ريتوكسيماب؟ يبقى ايه؟ برافو عليكم، يبقى ايه؟ اكسترنال، يبقى كايميريك مونوكلونال انتي بودي. يبقى الريتوكسيماب ده ايه؟ كايميريك مونوكلونال انتي بودي، تمام. سي دي 22 برضه نفس القصه، انتي بليس بي سيل توليروجين، اللي بيعمل توليرانس للبي سيلز.
الحاجات دي هناخدها اسامي، بعد شويه هناخدها بالتفصيل. في الانتي كومبلمنت وفي الكاينيتس انهبيتورز، دول كانوا موجودين في التقسيمه القديمه اللي هو الانتي جاك، بس هم في التقسيمه الجديده اتحطوا في حاجه اسمها تارجت سبيسيفيك بايولوجيكال، تارجت سبيسيفيك دي ماركس، ما بقوش تبع البيولوجيكال. فدي حسب التقسيمه القديمه كانت تبع البيولوجيكال، لكن هم في التقسيمه الجديده كلها اللي هم اخرهم اللي هم اخرهم نيب، فاكرين فوستاماتينيب وتوفاستينيب، الحاجات دي كلها اتحطت حاليا في مجموعه وحدها اسمها تارجت سبيسيفيك دي مارك تي اس سمول، وجميع كلمه دي مارك كلها كابيتالز. كده كده يا دكتور دلوقتي بتبقى تارجت سبيسيفيك، يعني التي سمول والاس سمول وكده دي ام اي دي واس سمول، بتبقى كده تمام يا جماعه. كده دي اتحطت حاليا في جروب لوحدها، ما بقتش تبع البيولوجيكال، بس لان السلايد دي قديمه شويه فاتحطت، فكنا حاططها تبع ايه، تبع البيولوجيكال تمام كده. الانتي تي ان اف دي اول مجموعه منهم تشتغل على ايه، اسمها انتي تي ان اف، تشتغل على تيومر نيكروزس فاكتور، بتشتغل اجينست تي ان اف الفا. طبعا استخداماتها كتير جدا عندنا في الروماتولوجي، روماتويد ارثرايتس، روماتيك ارثرايتس، انكلوزنج سبونديلايتس، جي اي اي، ادلت اونست سيلز ديزيز، فاجنر، وفي كلام عليها عن اللوبس. التي ان اف هو ال طبعا التي ان اف والتالوكا 6 بقى كده، هو السنترال موليكيول في قصه الباثوجينيسيس بتاع الروماتويد. الروماتويد از ا ديزيز اوف تي سيلز، الحاجات اللي بتطلع من التي سيل سواء انتلوكين 1 انتلوكين 6 تي ان اف، واهمهم التي ان اف، دول السنترال رول بتاع الروماتويد. لما اجي اشتغل على الروماتويد بشتغل بالحاجات دي الاول. السيستميك لوبس از ا ديزيز اوف بي سيلز مش تي، مينلي السنترال بتاعنا هو البي سيل. طبعا كل حاجه بتشتغل في كل حاجه، بس احنا بنتكلم عن مين السنترال رول، مين اهم واحد. يبقى عندنا السيستميك لوبس في البي سيلز هو السنتر بتاعنا، عشان كده اول استخدام بفكره في البيولوجيكال هو مين، هو ريتوكسيماب او البي سيل انهيبيتورز. السبا انكلوزنج او سوريتيك اثرايتس بيشتغل فيها تي ان اف انتيبودي، لكن برضو مهم جدا هنا الانتلوكين 17 بلوكر، ده هو السنترال موليكيول عندي، عشان كده هنا الرول اوف تيكيكيماب اللي هو الكوزنتكس، يبقى هنا مهم جدا في مجموعه الاصبار. لغايه دلوقتي احنا عندنا في خمس انتي تي ان اف، شوفوا كده مع بعض. ايتانرسبت ده ايه؟ ريسبتور بلوكر. انفليكسيماب ده كايميريك. اداليموماب وجوليموماب الاثنين دول فولي هيومن، والسيرتوليزوماب ده هيومنايزر. يبقى عندنا الاربع مجموعات كلهم موجودين في التي ان اف بلوكرز. زي ما قلنا لكم من شويه ان السنترال موليكيول في الباثوجينيز اوف روماتويد هو التي ان اف. الماكروفاج بتطلع تي ان اف افتر ستيموليشن من التي سيل، في حاجه ما منعرفهاش بتعمل ستيموليشن للتي سيل، التي سيل بتطلع تي ان اف الفا في الاول اهو شايفينه اللي فوق ده، التي ان اف الفا اللي في الاول بيستيموليت الماكروفاج، الماكروفاج بتطلع تي ان اف الفا تاني، يبقى تي ان اف ليه دور فوق اهو وليه دور تحت هنا اهو، وكمان بتطلع معاه انترلوكين 1 و6. التي ان اف الفا بيطلع لي هو نفسه بيستيموليت الاذر اميون سيلز من نوع التي سيلز والماكروفاج الثانيه انها تطلع لي انترلوكين 1 و6 و8، وده اللي بيشتغل بعد كده على الكوندروسايت وكوندروبلاست وفايبروبلاست ويعمل لي الباثوجينيسيس بتاع الروماتويد. يبقى مين السنتر رول بتاعنا؟ نمره واحد التي ان اف الفا، نمره اثنين الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 بدور اقل شويه. يبقى احنا لما نفكر في علاج روماتويد ببيولوجيكال ثيرابي اول حاجه نفكر فيها هو التي ان اف الفا بلوكر. لما نفهم الباثوجينيسيس هنفهم احنا هنتارجت مين بالظبط من كل الحاجات دي. دي نفس الصوره بس يعني بشكل مختلف شويه. طيب دي مجموعه التي ان اف
ريسبتور بلوكر او تي ان اف بلوكرز. في فروقات بينهم، في فروقات بينهم. قبل ما يقفل علينا الزوم، ايه الفرق الرئيسي اللي بينهم؟ اول حاجه عندنا انه كلهم مونوكلونال انتي بودي ما عدا الايتانرسبت. الحاجه الثانيه الايتانرسبت بيشتغل بس على الفريلي موبايل تي ان اف، يعني بيمسك التي ان اف اللي ماشي في البلد او في السيرم لوحده كده، مش ماسك في حاجه. ده ريسبتور بلوكر بيمسكه ويمنعه انه يشبك في التارجت بتاعه، في حين ان الباقيين كلهم يقدروا يهاجموا التي ان اف سواء كان فريلي موبايل او ماسك الريسبتور بتاعه. يعني الاداليمو ماب، الانفليكسيماب والحاجات دي كلها تقدر تو انهبت التي ان اف حتى لو كان فعلا ماسك في الريسبتور بتاعه في الاميون سيلز. تمام كده؟ دي الفروقات الرئيسيه بين الانفليكسيماب والاداليموماب وباقي مجموعته اللي هم مونوكلونال انتي بوديز مع الايتانرسبت. هو طبعا هيقفل علينا دلوقتي، احنا هناخد بس بسرعه الانتي تي ان اف. ما بقولكش حاجه اسمها ابيرميلاست، استخدامه مش كبير اندر ترايل فور روماتويد ارثريتس. نعم الريكورد هو كده بشغل الريكورد مع نفسه. تمام اعتقد كده اللي عايز يعمل ان ميوت هيقدر يدخل يعمل ان ميوت دلوقتي. العدد كان حاجه و60، فاحنا هنسيب بس اقل من دقيقه للباقي اللي كان بره يدخل. 30 ماشي. ايوه يا جماعه، انتوا طلبتوا مني ان انا اعمل ان ميوت للاي دي ان ميوت، فيا ريت اللي مش عايز يتكلم يعمل لنفسه ميوت، يا ريت يعني. طب نبدا يا جماعه ولا لسه؟ حاليا العدد 38 اللي موجودين، هم كانوا حاجه و60 من شويه، فنستنى شويه ننتظر دقيقه واحده. نراجع الحته اللي فاتت بسرعه كده عشان بس حبايب ما تيجي الزمن تاني. هنقول هنا انه التي ان اف هو السنترال موليكيول في الروماتويد ارثرايتس، عشان كده لما باجي اعالج روماتويد المنطق ان انا اهاجم اول حاجه التي ان اف الفا قبل ما افكر ان انا اضرب اي حاجه ثانيه. وقلنا مهم جدا ان انا افهم الباثوجينيسيس علشان اقدر اشتغل اعرف انا هتارجت مين بالظبط. لو هنا هاجمت انت يمكن 17 في عيان روماتويد مش هيفيده في حاجه. لو اديت كوزنتكس لعيان عنده روماتويد لوحده بيور روماتويد، هنا الرول بتاعه مش قوي قوي عشان يفرق معايا في الباثوجينيسيس. لكن هنا انا يهمني ان انا اعالج التي ان اف الفا، هو ده المهم. وقلنا المجموعه الثانيه من التي ان اف حاجه اسمها انتي تي ان اف برودكشن، ودي استخدامها لسه جديد واندر ترايل فور ار اي. اللي فاتوا كلهم تي ان اف بلوكرز، يعني تي ان اف موجود لكن انا بمنع شغله على مستوى الاميون سيلز. انترلوكين انهبيتورز، هناخد اول واحد انترلوكين 1 انهبيتور. دي عباره عن انا كينرا وكان كينو ماب. مين كان كينو ماب ده؟ كينو ماب يبقى هيومن برضه، نو ماب زي الموماب يا جماعه، برضه فول هيومن مونوكلونال انتي بودي. لقوهم ان هم بورلي افكتيف في الار اي، برغم ان انترلوكين 1 موجود في الباثوجينيز بس ما هوش سنترال قوي في الار اي، لكن طبعا استخداماته كويسه في السيستميك اونست جي اي اي او السيستميك جي اي اي، في الادلت اونست سيلز ديزيز، ليه بعض الكلام في السيستميك لوبس، وفي كلام عليه في الاذر اوتو انفلاماتوري سندرومز زي الاكيوت جاوتي ارثرايتس. بس طبعا عشان اعالج اكيوت جاوتي ارثرايتس بان كينرا يعني مش لوجيك قوي. انا كينرا عباره عن ريكومبيننت انترلوكين 1 ريسبتور انتاجونست. انا كينرا هنا
يعني اسمه مش ماشي قوي مع القاعده بتاعتنا. احنا القاعده بتاعتنا بتقول ان لما يكون ريسبتور انتاجونست بنسميه حاجه سبت، فالمفروض يبقى اسمه اناكي سبت مثلا او كايني سبت، لكن هو ما اسموش كده، اسمه انا كدرا، ما اعرفش ليه يعني. هعدي كتير على انا كدرا. الكانا كان ما برضه منه كلها انتي بودي اجينست انتلوكا 1 بيتا طريز ديزاين في 2012، مش مشكله الحكايه دي قوي، هنعديها بسرعه برضه. كده اللي هو انترلوكين 6 انهبيتور زي 2 سي زوماب. 2 سي زوماب ده ايه بقى؟ نسال من اسمه كده 2 سي زوماب يبقى ايه؟ ده اللي هو من الاثنين مش البيور هيومن، اللي هو من الاثنين اللي هو هيومنايزد مونوكلونال انتي بودي. صح، برافو. لو افكتيف في الار اي وبي كلام عليه ثلاث علامات استفهام اهو على السيستميك لوبس، يبقى استخدامه في اللوبس مش قوي، لكن مين لي في الار اي؟ قلنا قبل كده ان الانتلوكين 6 ليه سنترال رول في ايه؟ في الروماتويد. او بيجي قبليه طبعا تي ان اف، تي ان اف بيأفكت بيستيموليت الماكروفاج عشان تطلع انترلوكين 6 اللي بيشتغل في حاجات كتيره جدا من شغل الروماتويد ارثريتس. لو خدنا بالنا هنا ان الانترلوكين 6 من ضمن الحاجات اللي بيشغلها البي سيل، لكن البي سيل ما هياش سنترال قوي في الروماتويد. انا قلت لكم من شويه ان كل حاجه اكتمرا، ده طبعا اسم التجاري ده اسمه اكتمرا. كل الروماتيك اوتو ايمون ديزيز فيها التي سيل وفيها البي سيل، لكن مين السنترال بتاعي؟ كل المحور حواليه بيتمحور حول مين؟ هل الباثوجينيتي بيتمحور حول التي سيل هو السنترال ولا حول البي سيل؟ هنا البي سيل موجوده اهي، شايفينها اهي فوق اهي منوره اهي، لكن هنا البي سيل مش سنترال. هنا السنترال معاه هو التي سيل، هي اللي اشتغلت الاول وهي اللي عملت لي الموست باثوجينيسيس بتاعت الروماتويد. عشان كده مش ممكن نظريا ممكن ان انا ادي مثلا ريتوكسيماب لعيان الروماتويد، لكن هل تتوقع انه هيشتغل زي ال انتلوكين 6 او تي ان اف انهبيتور؟ لا طبعا، على عكس حاجه زي الايه سيستيميك لوبس. التوتال زي ما قلنا ان هو هيومنايزد اي جي جي 1 مونوكلونال انتي بوديز بايند سوليبل اند ممبرين باوند انترلوكين 6 ريسبتور. احنا قلنا انه الحاجه اللي هي ريسبتور بلوكر زي ايتانا ريسبت بتشتغل بس على الفريلي موبايل اللي هو او سوليبل انتي، يبقى الايتانا ريسبت بيشتغل على التي ان اف لما يكون ماشي في الدم او ماشي في السيره او ماشي في التيشوز لوحده كده مش ماسك في حاجه اسمه سوليبل. لكن لو ممبرين باوند لو ماسك في الريسبتور بتاعه ما يقدرش عليه. المونوكلونال انتي بودي ما هاش ما بتق... مش عارف اي حاجه، يشتغل على الفريلي موبايل ويشتغل على ليه ما بنديش اباتا سيبت؟ ما هو بندي اباتا سيبت بس هو اللي يعني هو الطب مش كله ايه، مش لازم يمشي زي ما احنا ماشيين بالورقه والقلم يعني. يعني هم من ساعه ما بدأوا الكورونا مثلا في كام انتي في كام ماسك اتعمل للكورونا؟ كتير قوي. يتعمل ان فيترو يشتغل، يتعمل ان فيترو ما يشتغلش، ليه ما نعرفش؟ فهو الاباتا سيبت ليه دور في الروماتويد بس مش قوي يعني، لم ينتج النتيجه اللي احنا محتاجينها. يعني لما ادينا اباتا سيبت لعيانين الروماتويد في ياسس حسنت بس اقل من اللي انا متوقعه. ليه ما نعرفش بقى؟ هل لانه انت اللوكس 6 مثلا بيطلع من خلايا ثانيه او تي ان اف بيطلع من خلايا تانية غير التي سيل؟ حتى لما وقف التي سيل ما بوقفش الروماتويد كله. هل لان التي سيلز اشتغلت قبل انا ما اشوفها وعملت المشكله وخلصت؟ برضه ما نعرفش يعني، هنشوفها بعد شويه في الانترلوكين 17 ان انا لو وقفت الخطوه اللي بعديه هو شغال برضه. فيعني هنقولها بعد شويه عند الحبان بعد شويه ليه بعد كده ما اشتغلش بالروماتويد، هو اشتغل بس استخدامه قليل. تمام كده. نيجي للانتي انترلوكين 17 اللي هو سيكيوكينوماب، اسمه التجاري مين؟ حد عارفه؟ كوزنتكس. كوزنتكس اللي هو بتاع الايه؟
الاسم انكيلوزنج ثورياتيك ارثرايتس الحاجات دي كلها. يور انت انستيبل ليه؟ ليه انستيبل ليه؟ تمام كده. طيب سيكيو كينو ماب هو هنا قال لك هيومانايزد بس هو يعني ايه اقرب لفولي هيومن يعني هو نو ماب هو قريب من النو ماب اكتر يعني مش نو ماب يعني. انهبت مايجريشن اوف ماكروفاجز اند نيتروفيل يوزد فور ثرايسز اند ثرايتيك ارثرايتس وفي الانكلوزن وممكن دي استخدامات شويه في الار اي لان انت لوك 17 هنا هو السنترال موليكيول في الاصبع. انت 23 هنبقى فيها فرق تمام زي اوستي كينو ماب وبرايا كينو ماب دول ممكن يستخدموا في برضه في الاصبع ثرايتيك ارثرايتس السورايسز الانكلوزنج وات ايفر وات ايفر. مهم قوي الصوره دي. الباثوجينيتي بتاع الروماتويد قلنا السنترال بارت بتاعنا السنترال سيل بتاعتنا هي التي سيل. هنا بتبدا القصه بالاماتيور دندريتك سيل تحول لماتيور دندريتك سيل بعد كده يطلع لي انتريكو 12 ومعاه 23 ال 12 حور النهارده يا بابا عملت بوفي في الحمام شاطره قالت لي عايزه بوكي وقعتها عملت على طول. يا جماعه في حد بيتكلم؟ انا عملت ميوت زعلت من شويه قلت لا اعمل لنا ميوت. فايه؟ يا جماعه لو سمحت كل يوم انا بحط لها انا بحط لها شايف طبق صغيرين لو سمحت يا جماعه اعملوا ميوت تريش هي بنت مفتاحية كل واحد بس اعمل كله ميوت كله ميوت. طب اعمل ميوت ولا اعمل ايه مش فاهم؟ يا جماعه لو سمحتوا اللي فاتح المايك لو سمحتوا من عندي انا مش عارف بعملها منين انا بدور على الحته اللي بالظبط. طب نعملها كده ميوت هنا فين ميوت سكيورتي مثلا and hit remote control. تعمل ميوت اول من عندي تمام تمام كده عملنا كده ميوت لكل الناس كده تمام اه تمام خلاص كده عملنا ميوت لكل. طيب عشان انا لسه جديد في الزوم ده تمام. هنا مهم جدا نشوف قصه الايه الباثوجينيسيس بتاع الاصبع بيجي ازاي. ليه هنا مهم عندي التي ان اف الانترلوكين 17 وليه مهم ال 12 23؟ هنا بتبدا القصه معايا بالاماتيور دندريتك سيلز تحول لماتيور بستيموليشن ما قد يكون تروما قد يكون كانديدا قلب كان انفكشن قد يكون ستريبتوكوكس انفكشن في حاجه ما بتعمل لي استيموليشن للدندريتك سيلز تحولها من اماتيور لماتيور. بعد كده الماتيور دندريتك سيلز بتطلع لي انترلوكين 12 اللي هو بيستيموليت نايف تي سيل يحولها الى تي سيل تي هيلبر 1 تطلع انترفيون جاما وتي ان اف الفا ودي اللي بتطلع الانتي مايكروبا بيبتايد ودول انفورماتيك سيتوكاينز هو تي ان اف الفا. ال 23 بيطلع برضه من الماتيو ديتك سيل بياكتيفيت النايف تي سيل يحولها مش تي هيلبر 1 يحولها تي هيلبر 17 ودي المشكله اللي عندنا الكبيره. تي هيلبر 17 بتطلع لي انترلوكن 17 A و17 F و22 و تي ان اف الفا ودي ليها جزء من انتي ماكروبا بيبتايد وبتطلع لي البرو انفورماتيك سيتوكاين تي ان اف الفا وبتطلع برضو دي قصه الايه الباثوجينيزي بتاعت الانكلوزنج والاصبع كلها. في مشكله هنا بقى انه اكتيفيتد تي هيلبر سيل
بتعمل بوزيتيف فيدباك لوب. يعني ايه؟ هي نفسها بتاكتيفيت نفسها تي، يعني تي هيلبر سيل اللي هي 17 بتاكتيفيت النايف تي سيل اللي لسه ما بتاكتيفيتش، تحولها الى تي هيلبر 17 تاني وتطلع انتلوكين 17 تاني. يبقى انا عندي تو باث واي عشان التي، عشان انتلوكين 17 يتاكتف، يا اما عن طريق الدندريتك سيل وانتلوكين 12 و23 مع بعض، يا اما حاجه اسمها انتلوكين 12 و23 اندبندنت باث واي. يبقى انا انتلوكين 17 بيطلع من طريقين، يا اما من الدندريتك سيلز يا اما من التي هيلبر 17 سيلز نفسها. عشان كده في حته مهمه جدا، انه لو قفلت هنا عند 12 23 بدري قوي بقى، لازم اقفل بدري قوي قوي قبل ما تظهر اي حاجه، يعني قبل ما تشتغل تي هيلبر 17 خالص. هنا ممكن الاوستيكينوماب او البرايكينوماب ممكن يشتغل ويبقى كويس قوي في حالات الاصبع، لكن بما انه اصلا الدايجنوز اوف اصبع بيتاخر من 8 ل 10 سنين، فاحنا عارفين بنكون دخلنا في مرحله متاخره خالص. حتى ايضا لو دخلنا بدري في خلال اول سنه او اول شهور، احنا برضو هنا التي هيلبر 17 اشتغلت. وانس اشتغلت هتعمل بوزيتيف فيدباك لوب، تقعد تاكتف في نفسها الى ما لا نهايه، تاكتف في نيو سيلز يعني قصدي، والنيو سيلز تبقى تي هيلبر 17 وتطلع انتلوكين 17 وهكذا. عشان كده الاقوى هنا ان انا اقفل 17 شخصيا، اللي هو ده لما اقفل انتلوكين 17 شخصيا يبقى انا قفلت كل الباسويز اللي بتاكتف التي هيلبر 17، ويبقى وقفت فعلا او قللت خالص الباثوجينيس بتاع الانكلوزن او استرياتيك اساسيس. ده السبب اللي خلى الاوستيكينوماب والبرايكينوماب مجموعه التلوكين 12 23 تبقى لو افكتيف، وحاليا طلعت خالص من الجايد لاينز بتاعه التريتمنت اوف سبا. لكن اللي حل محلهم اللي هو الكوزنتكس، اللي هو السيكيكينوماب، اللي هو التلوكين 17 انهبيتور. زي ما قلنا من شويه لما بنفهم الباثوجينيسيس بنفهم القصه دي جت ازاي، ليه 17 شغال و12 23 مش شغال او بورلي افكتيف في مجموعه الاصبع، لانه عندنا تو باث واي تو اكتيفيت تي هيلبر 17. في باث واي بيجي عن طريق الدندريتك سيلز 12 23 ثم نايف تي سيل تتحول لاكتيف تي سيل تي هيلبر 17. الباث واي الثاني ان هو بوزيتيف فيدباك لوب، تي هيلبر 17 نفسها بتطلع سايتوكاينز ترجع تاكتف نايف تي سيل تعملها تي هيلبر 17، يعني حلقه مفرغه مش وسط. تمام كده؟ تمام. نرجع للسلايد اللي بعدها، دي نفس الفكره طبعا مش هتقولها تاني. نيجي بقى احنا كده اتكلمنا عن ساريلوماب، تمام، زي السيكيوجينوماب نفس المجموعه. تمام. التي سيل موديوليتر احنا اتكلمنا عن التي ان اف انهبيتورز، واتكلمنا عن انترلوكين انهبيتور، انترلوكين 1 و6 و17 و12 23. هنا التي سيل موديوليشن في عندنا حاجه اسمها اباتاسبت اللي هو انتي سي دي 28، في حاجه اسمها ايفاليزوماب زوماب، يبقى ايه؟ برافو، كايميريك مونوكلونال، لا سوري مش كايميريك، هيومنايزد مونوكلونال انتي بودي. اليفا سبت انتي سي دي 20، يبقى اليفا سبت ده ايه؟ ريسبت بلوكر. اباتاسبت ريسبت بلوكر. بيشتغل ازاي بقى عمنا اباتا سبت ده؟ ده عباره عن فيوجن بروتين، عباره عن نفس فكره التانر سبت. بنشتغل على ان بجيب الريسبتور بتاع اللي هو السي دي 28 اللي موجود على التي سيلز وبشبكه في هيومن اف سي بورشن من الايه؟ من اي جي دي. ده اول واحد طلع في النيو كلاس اللي اسمها كو ستيميوليشن بلوكر فور تريتمنت اوف ار اي بريفنت تي سيل اكتيفيشن باي بايندينج سي دي 80 اند سي دي كام 86 تقريبا اون انتيجين بريزنتنج سيلز يوزفول اولسو فور تريتمنت اوف بولي اتيكال جي اي اند مي بي يوزفول فور سيلز.
يعني ايه الكلام ده كله؟ احنا كده تهوهنا الدنيا كلها. يعني ايه كو ستيميوليشن بلوكر؟ هنفهمها دي من السلايد اللي جايه. بص يا جماعه، التي سيل هي السنترال سيل قلناها في الروماتويد. عشان تتاكتف التي سيل، التي سيل دي هي المايسترو ال بتاع الاميون سيستم كله. عشان كده خطوره الايدز مثلا الاتش اي في انه بيهاجم التي سيل نفسها، فبيمنع الايه؟ بيبوظ الاميونتي كلها. التي سيل عشان تتاكتف محتاجه اشارتين مع بعض، محتاجة حد يمسكها من ايدها اليمين وحد تاني يمسكها من ايدها الشمال ويأكتفوها مرتين مع بعض. مين الايد اليمين عندنا؟ التي سيل ريسبتور، حاجة اسمها تي سي ار. تمام؟ هو الساريلوماب انا مش فاكره بصراحة هو تبع شبه التيوفيلزماب ولا لا، دي ندور عليها يا جماعة. انا الساريلوماب انا مش عارفه بصراحة. مش فاكر بصراحة يعني. فلا دي ندور عليه يعني. سير الامام انا بجد مش فاكر، انا كنت فاكر دفاع تبع زي السكيبينامات بس انا مش فاكر بصراحة. تمام. نرجع لموضوعنا. قلنا التي سيلز دي عريضة قوي، عشان تتاكتف محتاجة اشارتين يجوا في وقت واحد. الاشارة الاولانية اللي هي التي سيل ريسبتور، يمسك في انتيجين ممسوك في ام اتش سي تايب 2 على سطح انتيجين بريزنتنج سيلز. يعني ايه؟ الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي هي الماكروفاج اللي هي النيوتروفيل، حاجه منهم حاجه اسمها انتيجين بريزنتنج سيلز، بتمسك انتيجين غريب كده، مسكت مثلا فيروس، مسكت ميكروب، مسكت مسكت انتيجين هيومن انتيجين، هتشتغل في اوتو اميون بروسيس يعني، مسكت الانتيجين ده وراحت حطاه شبكته فين؟ في الام اتش سي تايب 2، واحد عامل له برزنتيشن تي تي سيل. يبقى دور الانتيجين برزنتيك سيلز انها بتمسك الانتيجين وتعرضه توديه للتي سيل، بتشتغل وكانها السكرتيره بتاعت التي سيل. خليت الانتيجين واحد مودياه للتي سيل، شبك في مين في التي سيل؟ شبك في حاجه اسمها التي سيل ريسبتور. يبقى دي اسمها فيرست سيجنال او سيجنال 1 اكتيفيشن. مجرد ما مسك التي سيل ريسبتور في الانتيجين اللي ممسوك على سطح الام اتش سي اللي على سطح الانتيجين بريزنتنج سيل، دي بقى اسمها فيرست سيجنال اكتيفيشن. يعني نبهت التي سيل، خد بالك يا حاجة تي سيل، احنا كده عندنا شغل. تمام كده؟ كده اتاكتفت لسه ما اتاكتفتش. محتاجة عشان تتاكتف حضرتها ان يبقى السي دي 28 اللي على سطحها هي، يمسك في السي دي 80 و 86 اللي موجودين على سطح الانتيجين بريزنتنج سيل. يعني الانتيجين بريزنتنج سيل معاها ايدها اليمين اسمها ام اتش سي 2، تمسك في الايد الشمال بتاعت التي سيل ريسبتور. العكس، ايدها الشمال اسمها سي دي 80 86، يمسكوا في الايد اليمين بتاعت التي سيل اللي اسمها سي دي 28. لازم التو سيجنالز يشتغلوا مع بعض. يعني لو الانتيجين بريزنتنج سيل شبكت بس سي دي 80 مع سي دي 80 في سي دي 28 مش هينفع، مش اصلا مش هيمسكوا في بعض. لو مسكت دي مع دي الام اتش سي مع التي سي ار لوحدهم اسمها بارشيال اكتيفيشن، لسه ما اتاكتفتش. عشان تتاكتف التي سيل لازم يحصلوا الاثنين مع بعض. اول حاجه الام اتش سي 2 يمسك في الانتيجين ويمسك في التي سيل ريسبتور. الحاجه الثانيه السي دي 80 86 يمسكوا في السي دي 28 اللي على سطح التي سيل. لو التو سيجنال اشتغلوا مع بعض يحصل فول اكتيفيشن للتي سيل، وتشتغل بقى بكافه طاقتها، يطلع لي انترلوكن الفا، انترلوكن 1 و6 وتي ان اف الفا، وتعمل سيل بروليفريشن، وتعمل بقى كل المصايب اللي بتعملها التي سيل. التي سيل عشان تشتغل لازم اشتغل على الاثنين مع بعض.
يبقى ده فكره الاباتاسبتين، هو بيشتغل هنا في الحته الحمراء اللي في النص دي، بيعمل لي ستوب للسكند سيجنال اسمها ايه؟ اسمها كو ستيميوليشن. هو الاستيميوليشن الاساسي اللي هو الانتيجين مع الام اتش سي تايب 2 مع التي ريسبتور، لكن مسكه السي 80 86 مع ال 28 اسمها كو ستيميوليشن. فهنا بيشتغل الاباتاسبتين بيعمل كو ستيميوليشن انهيبيشن او بلوك. ليه ما اشتغلش كويس في الروماتويد؟ يعني قد يكون انه ما بيعملش بلوك بالدرجه الكافيه ان يوقف التي سيل باثوجينيسيس والتي سيل برودكشن اوف انتي بوديز، او ان احنا اتاخرنا في بدايته فالتي سيل اوريدي عملت كميه كبيره من انتي من السيتوكاينز شغلت باقي السيلز والدنيا حصلت مننا خالص. ليه انا يعني مش عارفين بالظبط هو ليه ما بيشتغلش بالدرجه الكافيه في الروماتويد مع انه نظريا حلو قوي هيوقف لي التي سيل خالص. لاحظ ان انا ما بوقفش اي حاجه 100%. ما وقفت التي سيل كلها انا جبت العين ده ايدز، جبت له مصيبه كده بقى لو خد حته بكتيريا واحده هيموت. انا بوقف جزء من التي سيل، بوقف بقلل الاكتيفيتي بتاعتها. تمام كده. الايفاليزوماب ده واحد تاني مونوكلونال انتي بوديز بيريفنت التي سيل اكتيفيشن، وده لقوه بس شغال في الكوتينيوس اس ال اي مانيفستيشن واستخدامه عموما قليل قوي في الروماتولوجي. اليفاسبت اللي هو سي دي 2 انهيبيتور، سي دي 2 بتاع كل التي سيل عليهم من فوق كده عليهم سي دي 2 وسي دي 3. طبعا بتقسمه بعد كده الى سي دي 4 اللي هم التي هيلبر سيل وسي دي 8 اللي هم سايتوكسيك سيل. وانواعها بقى تي هيلبر 1 وتي هيلبر 17 اللي قلناها من شويه دول كلهم سب تايب من سي دي 4. لكن كل تي سيل سواء سي دي 4 او سي دي 8 او اي حاجه ثانيه اسمهم كلهم تي سيل وعليهم كلهم سي دي 28 اللي هو بيشتغل في الكوست ميليتون اللي بيشتغل عليه الاباتاسيت، وعليهم برضو سي دي 2 اللي هو بيشتغل عليه هنا الاليفاسيت. اي فاسبت ده بيشتغل على الميموري سيل. طب ازاي بقى؟ قلنا من ثانيه واحده ان سي دي 2 موجود في كل التي سيلز، اي التي سيل اهي دي عاديه، تي سيل عاديه خالص نايف تي سيل لسه مش متاكتفه، عليها تي سيل ريسبتور اللي ماسك في الام اتش سي على الانتيجينيك سيلز، وعليها سي دي 28 اللي ماسك في الكوست اللي هم سي دي 80 86، وعليها برضه سي دي 2 اللي هو بيمسك في حاجه اسمها ال اف اي 3 على الانتي بيوتيك سيل. لو حصلت الثيرد استيميشن دي خلي بالكم ان دي مش ضروريه في الاكتيفيشن، دي لو حصلت بتحول التي سيل دي الى ميموري تي سيل. يعني ايه ميموري تي سيل؟ يعني خليه الذاكره، خليه الذاكره دي ما بتموتش خلاص، عشان كده دي اللي بتعمل لي اللونج لاست اميونيتي بتاعت اي ميكروب يدخل. اللي بيجي له حصبه ما بيجيلوش تاني، اللي بيجي له كورونا ما بيجيلوش تاني، او يعني مش هيجي تاني. ليه؟ نظرا لوجود الميموري سيلز دي. الميموري سيلز دي وانس اكتيفيتد من نايف تي سيلز حولت لميموري، بدل ما كان عليها سي دي 2 واحد بس او اثنين بقى عليها بتاع كتير قوي، يعني ايه؟ ذات قوي سي دي 2 عليها على اصحابها من بره، ودي عملت حاجتين. اول حاجه حفظت خلاص شكل الانتيجين ده، مجرد ما هتشوفه تاني هتشتغل مور اجريسيف ومور رابيد، عشان كده المناعه بتبقى حافظه المرض ده خلاص مش ممكن تتصاب منه تاني. الحاجه الثانيه انها ما بتموتش خلاص. طيب الاليف بيعمل ايه؟ بيقتل او بيموت التي سيل اللي هي الميموري تي سيل، بيحولها الى بيعمل لها اندكشن فور تي سيل ابوبتوزس، او عن طريق الناتشورال كيلينج سيلز يبتدي ايه يقتلها. دي الحته دي هتفيدنا لو عيان ده عنده اوتو ايميون ديزيز، لكن مشكلتها في ايه؟ انها بتموت لي الميموري تي سيل نفس الافكاسي بتاع الايدز. انا مش عالج المريض من الروماتويد واجيب له
على شبه الايدز، هموت له كل المناعه بتاعته، عشان كده استخدامه مش كتير في حالات الروماتويد. المجموعه اللي بعد كده الانتي بي سيلز. الانتي بي سيلز اشهرهم خالص عندنا الريتوكسيماب. الريتوكسيماب ده ايه؟ اكسي ماب، اكسي يبقى اكسترنال، يبقى كايميريك انتي سي دي 20 مونوكلونال انتي بودي، بريفنتنج بروليفريشن اوف اماتيور اند ماتيور بي سيلز. يبقى هنا احنا هنشتغل على البي سيلز، يبقى منطقيا كده الريتوكسيماب ده هيشتغل على مين؟ على السيستميك لوبس، لان قلنا التي سيلز هي السنترال بارت او سنترال سيل روماتويد. تي هي بس بنتي تحديدا هي السنترال في الاصبع. الانترلوكين 1 هو السنترال في الاوتو انفلاماتوري سندروم زي السيستميك جي اي اي، زي ادلت اونست سيلز ديزيز، زي الجاوت. لكن البي سيلز هي السنترال في حالات السيستميك لوبس. زي ما قلنا من شويه مفيش حاجه 100%، مفيش حاجه 100%. الروماتويد بيشتغل فيه البي سيلز. امال الار اف جاي منين؟ روماتويد فاكتور وانتي سي دي بيطلعوا ازاي؟ يطلعوا من بي سيلز مش من تي سيلز. يبقى في هنا رول للبي سيلز، لكن هو مش سنترال قوي. عشان كده وجود الروماتويد فاكتور او وجود الانتي سي بي مش شرط في تشخيص الروماتويد. لكن وجود الاي ان اي ثيوريتيكالي شرط في تشخيص اللوبس. يوم ما انا ما لقاش اي ان اي في عيان لوبس، يبقى المشكله عندي في المعمل او في النوع الاي ان اي اللي انا بدور عليه مش موجود في اللي انا بدور عليهم. الاي ان اي اكثر من 1000 نوع، انا اللي بدور عليه في الغالب لا يزيد عن 30 40 نوع من هم الموست كومن. فانا لو ما لقيتش اي ان اي في عيان لوبس، هو موجود الاي ان اي بس انا مش شايفه. ده شور يعني. ثيوريتيكالي there is no systemic lupus without ANA. لكن ممكن عادي يبقى في روماتويد من غير RF ومن غير انتي سي سي بي. يبقى هنا الخلاصه ان السنترال سيل في حالات اللوبس هي البي سيلز. عشان كده اول واهم بيولوجيكال بستخدمه في حالات البي سيل اللوبس هو الانتي بي سيلز، واشهرهم عندنا في مصر هو ريتوكسيماب. في حاجات ثانيه في حاجه اسمها فيلتوزوماب، اوفتاموماب، اوفاتوماب، اوفاتوموماب، اوكريليزوماب، دول كلهم انتي سي دي 20 برضه نفس فكره الايه الريتوكسيماب. زوماب يبقى هيومانايزد، موماب يبقى هيومان. طبعا ده الكلام ده انتوا حفظتوه خلاص. ابراتوزوماب اللي هو ايه؟ فولي هيومانايزد انتي سي دي 22 مش 20، نفس الفكره برضه. في حاجه اسمها ابيتيراس، ده بي سيل توليروجين، بيعمل توليرانس للبي سيل. في حاجه اسمها ادراتايد، ده بي سيل توليروجين برضه. في بيليموماب، دي حاجه اسمها انتي بليس، انتي بي ليمفوسايت ستيميوليتور انتي بودي. وفي حاجه اسمها اتاسي ستيب، ده حاجه اسمها بي ليمفوسايت ستيميوليتور بلوكر. المجموعه دي كلها اسمها انتي بي سيل. يهمنا فيهم طبعا الريتوكسيماب اللي هو بيشتغل على البي سيل، وده الاساسي في علاج الايه اللوبس. بيشتغل ازاي؟ ان هو انيشيت سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي باي ماكروفاج اند ناتشورال كيلر سيل، وبرده انديوس ابوبتوزيس كاسكيد اللي هي من 3 ل 9 اللي هي قصه الكومبلمنت انديوس ابوبتوزيس. وبيشتغل برضه على قصه ايه الماكروفاج والناتشر كيلر سيلز. في كل الاحوال هو بيموت كل البي سيلز اللي موجوده. في بعد كده حاجه اسمها انتي كومبلمنت زي الايكلوزوماب، ده مونوكلونا انتي سي 5 انتي بوديز. الكومبلمنت مهم فين عندنا؟ في الروماتويد؟ لا، في اللوبس. يبقى برضه لما اعرف الحاجه دي مهمه فين، اعرف اشتغل عليها ايه. هنا بيستخدم اكتر في باكسيمال نكتورنال هيماتوريا، ما اعرفش ليه يعني اشمعنى يعني. وممكن يستخدم في بعض حالات اللوبس، وفي ترايل عليه في اللوبس. لكن الكومبلمنت دوره مهم في اللوبس، لكن ما هوش السنترال رول. يعني في حالات كتير اللوبس ما فيهاش كونسامشن اوف كومبلمنت، لكن ممكن نستخدمه في بعض الكلام عليه.
مجموعه الاي بي اس تمام، مجموعه الكاينيز انهيبيتورز، وقلنا دي مجموعه حاليا طلعت بره البيولوجيكال بقى اسمها تارجت سبيسيفيك ديبارت، زي انتي جاك اللي هي زي التوفاسيتينيب، وانتي سيك زي الفوستاماتينيب، وانتي مابكي، كلهم دول ليهم رول قوي جدا حاليا في الروماتويد ارثرايتس، ودول ليهم مجموعه وحديه بره البيولوجيكال حاليا. دكتور شيماء اتفضلي. احنا كده خلصنا تقريبا يعني. هيطلع بسرعه كده بالحاجات دي مش مهم قوي. طيب ايه الامراض اللي احنا بنستخدم فيها ال ايكوليزوماب هاز ميجور رول ان انتي فيتاليويد سيندروم؟ تمام، طبعا كل ابعاد الروماتيزم بتاعتنا ليها بنستخدم فيها البيولوجيكال. يبقى حاليا في كده طبعا الجوت اللي هو اوتو انفلاماتوري، ويستخدم فيه ساعات الانترلوكين 1 انهبيتور. تاريخيا بقى لما نيجي نشوفهم هنلاقي ان بدايه اول ادويه ظهرت لعلاج الروماتولوجي كانت ايه؟ كانت الجولد في الثلاثينات، فضلت معايا الجولد بس لغايه اوائل الخمسينات لما ظهر الكورتيزون والانتي مالاريال والاميون سبريسيف. السفنفازين في الستينات، البيفلامين في الستينات، النيت التجديد ظهر في اواخر السبعينات او اوائل الثمانينات كمان. وبدلنا على هذه الادويه اللي هي العاديه يعني، لغايه وحط لها بعض الليفلامايد في اوائل الالفينات، لغايه ما ظهر اول واحد سنه 98 هو ايتادرسيك، ومعاه الانفكسيماب وراه على طول، ثم النكتنرا الاليموماب ابرتيك، وهكذا. لان احنا بنتكلم في البيولوجيكال ايرا، وكل الادويه حاليا معظمها الجديده كلها بيولوجيكال. طيب نيجي نشوف نتكلم عن الروماتويد. طبعا احنا ايه هنعدي الحاجات دي بسرعه خالص دلوقتي عشان الوقت. في الروماتويد طبعا احنا بنفهم السنترال سيل هي التي سيل، يبقى انا هنا بشتغل على الحاجات اللي بتشتغل على التي سيلز زي مين؟ انتي تي ان اف، وايه تاني؟ ممكن انتي انترلوكين 6. عادي بتوع الكلام ده عشان بس ايه اللوبس، قلنا ايه نمره واحد عندنا في اللوبس البي سيلز، يبقى هنا البي سيلز الكبيره، يبقى اشتغل على البي سيل ستيميوتور. كل الحاجات كل دي نقط ممكن اشتغل، يا اما انتي بي سيل انتي بوديز، يا اما باف انتي انهبيتورز، يا اما انترفيرون الفا لحد ما بس مش قوي، يا اما اللي هي اباتاسيبت برضه ممكن تشتغل بس مش قوي. اهم حاجه عندنا هو البي سيل انهبيتورز، ده في حالات ايه؟ اللوبس. هنعدي كده احتاج بسرعه كده. في الجي اي اي طبعا ممكن تشتغل على الانترلوكين انترفيرون التي ان اف انهبيتورز، وبدل انا الاناكينرا في حالات السيستميك كونسبت. في الانكلوزنج طبعا الاهم حاجه عندنا دلوقتي هو قصه مين؟ ببدا الاول بالتي ان اف، وبعد كده ما ينفعش بدخل على طول على الكوزنتكس او السيكوكينوماب التلوكين 17. استرايسز طبعا اهم حاجه فيهم طبعا هم مين؟ اللي هم الكوزنتكس برضه، الى حد ما ممكن تشتغل على التلوكين 12 23 بس مش قوي. في الباسكولاتس في كلام عن الريتوكسيماب، كلام عن التي ان اف انهبيتور. في الجود مفيش كلام غير عن الاناكينرا. هذا روماتيك ديزيز ممكن يبقى لهم دور زي الساركويدوزيس لحد ما. طيب ايه بقى مشاكل البيولوجيكس؟ ممكن تبدا بحاجات فيري مايلد، فيري يعني فلو لايك سيمبتومز، انترابمنت سيندروم. ماشي بص يا جماعه، يعني كل الحاجات دي هتتقال ان شاء الله. انترابي سندرومز برضه انا مش محضرها، يعني عندي حاجه قديمه ليها شويه، فممكن نحضرها برضه على الاسبوع اللي بعد اللي جاي بقى، او اللي بعد اللي بعديه بقى. يبقى احنا الاسبوع اللي جاي نتفق على الاوبيزيتي، نحط في دماغنا النيروجينيك بلادر والانترابمنت سندروم، مفيش مشكله خالص نحطهم مع بعض، يعني قصدي مش مع بعض، في يوم واحد يعني نحطهم في الجدول يعني ان شاء الله.
تمام. نرجع لموضوعنا البيولوجيكال سايد افكتس. من اشهر الحاجات ديها فلو لايك سيمتومز شويه، الراش، ممكن بعض الهيماتوفيكال افكتس تبقى شويه لخبطه في الوايت والار بي سيز، ليه بفكش ابنورماليتيز شويه. لكن اهم حاجتين عندنا اللي هما الانفكشنز اند مالجنسي ريسك. طيب ليه انفكشنز؟ احنا قلنا في بعض الحاجات منها بتوقف لي البي سيلز كلها، مثلا زي الريتوكسيماب. الاباتازيت لو انا اديته بجرعه كبيره او لو اديتها اقفل كل التي سيلز، انا كده عملت للمريض ده حاجه تشبه الاتش اي في انفكشن، يبقى انا كده عرضته اكتر للانفكشن. نظريا اي حاجه بديها بتقلل الافكاسي او الفانكشن بتاعت التي سيلز او البي سيلز او السيتوكاينز فهتزود لي الانفكشن ريسك. لكن فعليا مفيش حاجه كتيره بتعمل سيجنيفيكانت رايز للانفكشن باستثناء الكرونيك انفكشن او الليتنت انفكشن اللي هي موجوده اصلا عند المريض. عشان كده لازم قبل ما بدي اي بيولوجيكال لازم بعمل للمريض ده ايه؟ لازم بعمل له تي بي سكرين، اتاكد ان هو ما عندوش تي بي. تمام. مالجنس ريسك برضو انا لما نركز مع بعض، احنا اول نوع قلنا اسمه ايه؟ تي ان اف بلوكر، تيومر نيكروزس فاكتور بلوكر. هو التيومر نيكروزس فاكتور طريقته الاصليه ايه؟ هو بيشتغل في الروماتولوجي، في الروماتويد بيشتغل باثوجينيسيس في الروماتويد، بيعمل لي مشكله. لكن هو دوره اصلا من اسمه تيومر نيكروزس فاكتور، بيعمل نيكروزس للتيومر سيلز. لما انا امنع التيومر نيكروزس فاكتور يبقى انا بشجع مين؟ نظرية كده على الورق شجع التيومرز. لكن فعليا مفيش ريسك عالي قوي من قصه التي ان اف بلوكرز الا في قصه الليمفوما شويه يعني، او بعض الانواع سكن كانسر يعني. وبرضه الرايز ما هواش حاجه كبيره، ولو طلع بيبقى حاجه غالبا لوكال، ما بيبقاش مالج نفسي، ما بيبقاش ميتاستايزنج يعني. يبقى دي معظم الايه السايد افكت، دول الحاجات المايلد اللي في الاول، بلو لايك، راش، هيماتولوجيكال او ترانزيانت ليفل فاكشن ابنورماليتيز، حاجات السيفير انفكشنز بتاعت التي بي، وحاجات الكرونيك انفكشنز، وزي مالجنسي ريسك. كونترا اندكيشنز، في حاجه اسمها ريلاتيف كونترا اندكيشنز. ناخد بالنا ان ما عنديش ابسوليوت كونترا اندكيشنز للبيولوجيكس، في عندي ريلاتيف. ريلاتيف يعني ريسك بينفيت ريشيو. الدكتوره هناء بتتكلم بتقول كاردياك ريهاب، ماشي نحطه، بس كارديك ريهاب ده مثال الدكتوراه ما ذكرتوش، انا دكتور من 2015 يعني 2012 كمان، انا امتحنت 2012 فحاضر نعمله مفيش مشكله. قلنا البيولوجيكال ملهاش ابسوليوت كونتر انديكيشن. قصه الحمل والرضاعه مش معروف تاثيرها ايه، فما بتستخدمش، مش لانها بتعمل مشكله، لانها لم تدرس بشكل كافي في البريجننت وومن اند لاكتيتنج وومن، لانه كمان ما اقدرش اعمل تجارب. انا اقدر امضي العيان على كونسنت انه يدخل في تجربه لتجربه الاتانر ست عليه، لكن ليس هناك لا قانون ولا شرع يقدر يخليني امضي الام على كونسنت انها تاخد الدواء ده وهي حامل في بيبي مالوش ذنب ومحدش خد رايه ان يتجرب الدواء عليه. دي مشكله اي دواء، مش بس البيولوجيكال، مشكله اي دواء في الدنيا جديد، في ان ما بعرفش تاثيره على البريجننت وومن، لاني اصلا ما اقدرش اجربه على البريجننت وومن. واي تجربه على البريجننت وومن بتبقى الليجال وغير اخلاقيه وان ايثيكال وكل حاجه يعني. عشان كده احنا بنستنى لما حد بالغلط ياخد الدواء، واحده تاخد الدواء بالغلط وهي حامل، ونشوف تاثيره عليها. كل الشركات الادويه اللي بتطلع البيولوجيكس حاليا بتقول لكل الدكاتره اللي بيكتبوا ادويه البيولوجيكس، يا جماعه لو اي عيانه عندك بقت حامل وهي بتاخده، او خدته وهي ما بتعرفش انها حامل، او خدته ما قالتلكش انها حامل ورجعت بعد كده قالت لك، يا ريت تبلغنا حصل لها ايه او توصلنا بيها. يبقى هو ده اسمها ريتروسبكتيف ستاديز. ما اقدرش انا اعمل كوهورت بروسبكتيف ستاديز على بريجننت وومن اجرب عليهم دواء،
لان هي حره في نفسها لكنها مش حره في الدنيا اللي هي لسه ما طلعش الدنيا ومحدش خد رايه ان يتجرب عليه الدواء. دي مشكلتنا عموما في اي دواء جديد في البريجننت. فدي ما هياش كنت اديكيشن بس انا ما اعرفش هيجيب نتيجه ولا لا فما بديهوش. الاذر ريليتيف كنت اديكيشن لو عند عنده اكتيف هيباتايتس بي انفكشن، عنده مالتيبل سكليروسيس او اوبتيك نيورايتس، في بعض البوليز بتبقى ريليتيف كنت اديكيشن اكتيف سيريس انفكشنز. خلي بالكم ان هو مش كل انفكشن، يعني مثلا الكورونا حاليا في كلام ان انتادوكين 6 بيعالجها او بيساهم في علاجها. كرونيك او ريكرنت انفكشنز، كرنت نيو بليز، العين عنده كانسر اوريدي بياخد كيموثيرابي مش هديله حاجه ممكن تزود انتشار الكانسر. فبس برضو ريسك بينفيت ريشيو مفيش حاجه 100% كونتر انديكيتد فور بايولوجيكس. هيستوري اوف تي بي او بوزيتيف بي بي دي انتريتد بيشنت. واخر حاجه كونجستيف هارت فيلير في كلاس 3 و4 بس، لكن 1 و2 بياخدوا عادي من غير اي مشاكل. دي اسمها ريلاتيف كونتر انديكيشنز فور بايولوجيكس. طيب السؤال اللي بعد كده، هو البيولوجيكس ممكن احنا بنديها عشان تعالج اوتو اميون ديزيز، هل ممكن البيولوجيكس نفسها تعمل اوتو اميون ديزيز؟ طبعا اكيد ما دام سالت يبقى اكيد الاجابه اه. اه في اوتو اميون ديزيز انديوسد باي بيولوجيكس. زي مين بقى؟ زي اللوبس. في حاجه اسمها دراج انديوسد لوبس، من ضمن الحاجه اللي بتعمل الدراج انديوسد لوبس التي ان اف انهيبيتورز مثلا، او بعض انواع البيولوجيكس. ممكن بعض الانواع البيولوجيك تعمل فاسكولايتس، ممكن تعمل سورايسيس، سايكيدوزيس، دي ماينيتيك سي ان اس ديزيز، دي ماينيتيك بريفرال نيوروباثي، انتي فوسفوليبيد انتي بودي لايك سيندروم، انترستيشيال لانج ديزيز، اوكولار اوتو اميون ديزيز، اوتو اميون هيباتيتس، وانفلاماتوري مايوباثي. كل الحاجات دي ممكن تبقى اندوسد بسام بايولوجيكس. ناخد بالنا منها ليه بقى؟ ان انا ممكن بدي عيان روماتويد تي ان اف ودخل مني في سيمتوم بتاعه لوبس، ما اقولش ان دي لوبس وانا غلطان من الاول في التشخيص، او لا دي روبس اللي هو يتم مع بعض، او لا ده ماسكوس كيتال مانيفستيشن اوف لوبس من الاول. لا انا اول حاجه هفكر فيها في الحاله دي هو كان روماتويد وكان تيبيكال روماتويد لغايه ما خد البيولوجيكس. طب ليه ما يكونش ده انديوست بالبيولوجيكس؟ يبقى هنا هوقف البيولوجيك ده وغير اللاين بتاعي خالص واشوف يحصل معاه ايه، هل هيتحسن ولا لا. تقريبا معظم انواع الاوتو اميون ديزيزز طبعا ما عدا الروماتويد، ما فيش روماتويد بيبقى انديوست بال، ولا اصبع بيبقى انديوست بالبيولوجيكس، لكن معظم حاجات تانية ممكن تبقى انديوست باي بيولوجيكس زي سيستميك لوبس لايك بنفيتيشن، فاسكولايتس، سورايسيس، انتي بودي سندروم، ايفن اوكولار سي ان اس، سايكوبيدوزيس، وميوباسي. كلهم ممكن يبقوا اندكتد ب بيولوجيكس. ناخد بالنا كويس قوي من الحكايه دي. طيب الاس ال اي لايك ديزيز دي هلاقي هنا انه بعض الحالات مش كلها طبعا، بعض الحالات اللي بتاخد بيولوجيكس ممكن تطلع لي سام مانيفستيشنز اوف لوبس اكوردنج تو 1900 طبعا اللي هم 4 من 11. لقينا ان المعظم حوالي 40% منهم بيكملوا الاربع كريتيريا، 30% او 33% بيبقوا اقل من يعني واحده او اثنين بس، و 21% بيبقوا 3 كريتيريا بس. فاللي بيكملوا كريتيريا ممكن يتشخصوا فعلا لو حد مش واخد باله من فيتر كويس. 40% من الحالات، مش من كل الحالات اللي بياخدوا بايوشكس، من الحالات اللي بتعمل اعراض تشبه السيستميك لوبس. فعشان كده ناخد بالنا كويس قوي ما نتسرعش بنقول ان ده لوبس لمجرد ان ظهر عليه ملل راش او ظهر عليه بعض اعراض اللوبس. لو ركزنا بقى في بعض التفاصيل هنا هنلاقي ان معظم الفاسكولايتس اللي بتحصل من البيولوجيك بتبقى كوتينيوس 70%. السايكولوزيس معظمها بتبقى بالمونري او كوتينيوس 34% بالمونري 29% تبقى كوتينيوس. الاي بي اس بيبقى فيها انتي بوديز وممكن يبقى فيها ثرومبوزيس، ثرومبوسيتوبينيا او ثرومبوفلوبيتس. بريفرال نيوروباثي ممكن تحصل،
وانترستيشال لانج ديزيز بيحصل مع العيانين اللي بياخدوا ام تي اكس. يبقى هنا انترستيشال لانج ديزيز اللي بتحصل من البيولوجيكس ما بتحصلش غير لو العيان ده بياخد مع البيولوجيكس ام تي اكس. هناخد بعد دقيقه واحده هو انا ليه اصلا بدي ام تي اكس مع البيولوجيكس. ليه انا بدي الام تي اكس مع البيولوجيكس اصلا؟ احنا قلنا انه اول سلايد خالص انه كل ما بزود الجزء بتاع الهيومن وبقلل الجزء بتاع الانيمال في الانتي بودي بتاعي او في البيولوجيك بتاعي انا بقلل الانتيجينيسيتي بتاعه الدواء ده، بمعنى انه الجسم مش هيتعامل معاه باعتباره فورين بودي. ايوه تمام دكتوره او دكتور ابو مش عارف مين ده. ديكريت ايمونوجينيستي يعني ايه؟ ايمونوجينيستي يعني الانتيجين الانتي بودي لن يعامل على انه انتيجين، وبالتالي مش هيعمل انتي دراج، الجسم مش هيعمل انتي دراج انتي بودي اجينست الانتي بودي اللي هيعمل دي او البيولوجيكال اللي هيعمل دي. كل ما زاد المكون الاجنبي كل ما احتماليه ان يبقى فيه ايمونوجينيستي اكتر، وبالتالي الكايميريك اللي هو انفليكسيماب ممكن يعمل انافلاكسس لو اديته بسرعه واديته من غير بريكوشنز. يعني ممكن ايه بنعمل ايمونوجينيستي بشكل اوفر قوي يعمل انافلاكسس. عشان كده لازم بدي الميسوتزاكزيت. هنا مش بديه عشان هو بتاع روماتويد، لا هنا بديه عشان يقلل لي الايمونوجينيستي. ايمونوجينيستي موجوده في كل الادويه، مفيش ولا دواء من البيولوجيكال ما بيعملش ايمونوجينيستي، لكن بتزيد مع الحاجات الكايميريك زي انتريكسيماب زي ريتوكسيماب، وبتقل مع الهيومن. وقلنا ليه مش زيرو؟ لانه حتى لو هو هيومن بس مش انا، يعني حتى لو انا جبت فولي هيومن اداليموماب ده فولي هيومن مونوكلونال انتي بودي، لكن برضه لو اتاخد في الهيومن اللي هو مش اتعمل، يعني فاهمين القصه، في برضه اختلافات فرديه زي فكره زرع الاعضاء. ما انا الكليه باخدها من بني ادم بحطها في بني ادم تاني، ليه بتعمل ايمونوجينيستي؟ لان دي مش كليه حسين، دي كليه رياض. فاهمين الفرق بين الاثنين؟ فده قصه ايمونوجينيستي. كل ما نقص المكون الاجنبي كل ما بقت الايمونوجينيستي اقل، لكن كلهم بيعملوا some sort of auto of immunogenicity. طب انا الايمونوجينيستي ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان الجسم بدا يعمل انتي بوديز اجينست الدواء، ففي مشكلتين. اول حاجه هيعمل رياكشن، ممكن يعمل ايه اللي يوصل لانافلاكسس. الحاجه الثانيه الدواء ده باظ، ما هو دخل الجسم الانتي بوديز بتاعه الجسم كسرته هو شخصيا. فانا حدي مثلا انفليكسيماب هيحصل ريزيستنس زي ما قال الدكتور، الدواء ما بقاش افكتيف لانه معظمه ضاع. طيب بيحصل ايمونوجينيستي بنسبه معينه لكل الادويه، لو 2% 3% في نسبه بتبقى مقبوله. يعني تخيل لو انا اديت الدواء مثلا 100 مللي جرام وحصل منهم ايمونوجينيستي اكلت مثلا 2 بس من ال 100 3%، اللي فاضلين هيبقوا كافيين ان هم يشتغلوا. لكن لو الجزء اللي اتاكل او يعني حصل له نيوترلايزنج بالانتي بوديز بقت 40%، يبقى انا حدي ال 100% دوز اللي هيوصل منها التارجت بتاعي 60% هيبقى ليس افكتيف، ممكن ما يديش الافكت اللي انا عايزه. ازاي اقلل الايمونوجينيستي او امنحها؟ طبعا مش هقدر امنحها 100% لكن بقللها. اول حاجه ان انا بدي البيولوجيكس بالدوز المطلوبه وبالمسافات المطلوبه. يعني مش شطاره ان انا عيان عندي بياخد مثلا الامبريل كل اسبوع 50 مللي اقول له خدها كل اسبوعين، انت راجل فقير وظروفك صعبه خدها كل اسبوعين مره، كل شهر مره. دي مش شطاره، انا كده ببوظ الامبريل. ليه؟ لما بديه على مسافات كبيره انا بدي فرصه للجسم يقعد يمزمز فيه بقى ويقعد ايه يشتغل عليه بقى براحته لغايه لما تيجي الجزء اللي بعديها تلاقي الجسم اتعرف عليه بشكل كافي وبدا ايه؟ بدا يعمل ضده انتي بوديز. يبقى انا مهم جدا ان انا ما اسيبش مسافات كبيره اكتر من المسافات اللي هي
اللي محطوطه في كل في كل انتي في كل بايولوجيكس اكورد طبعا للهاف لايف بتاعته واكوردنج للميكانيزم اكشن بتاعته. فانا مش اضطر عندي ان انا معيني تيجي يتحسن ان اعمل مور سبيسنج اكتر من حد اقصى اللي مسموح لي ان اعمل له سبيسنج، لان كده انا بشجع اكتر الاميونوجينستي. يبقى اول حاجه ادي الفول دوز او على الاقل المينيمم افكتنج دوز، وادي السبيسنج اخليه مظبوط زي ما قالت الكتب وزي ما اتقال لكل دواء. نمره 2 بدي ميثوتريكسيت، بديه كفايه بالمينيمم دوز، ممكن اديه لغايه 10 مللي بس كفايه، لان هنا مش بدي ميثوتريكسيت عشان يشتغل كديمارد، انا بديه عشان يمنع الاميونوجينيستي. تمام كده؟ يبقى انا هنا ده دور بتاع الام تي اكس. يمكن بعض الادويه الجديده مش محتاج فيها ام تي اكس قوي، زي مثلا الكوزنتكس ما محتاجش معايا ام تي اكس. الكوزنتكس اللي هو ايه؟ سيكيوكينو ماب، ده فول هيومن مونوكلير انتي بودي، ولقوا الاميونوجينيستي بتاعته مع الام تي اكس ومن غيره مش فارقه كتير، فمش محتاجينه. الفاكسينيشنز بنديها طبعا لو حاجات مش يعني كل الكلام بيتقال ان هو لو كلت فاكسين بديه مفيش اي مشكله منه. ممكن ادي طبعا انفلونزا فاكسين قبل البيولوجيكس لو العيان ده يعني برون ان هو يبقى ياخد انفلونزا. طبعا في ظروف الكورونا حاليا ممكن ادي لو طلع بعد ما يطلع طبعا. لازم ام تي اكس، هو كل الكلام حاليا على الام تي اكس، يعني ما حدش قال انه في حاجه ثانيه غير ام تي اكس ممكن تشتغل هنا في الحته دي. انا مش بديها كدي مرض، انا بدي ام تي اكس هنا عشان تمنع الاميونوجينيستي، فمش بديها عشان كان يعني ما ينفعش ادي بقى مثلا هيدروكين ولا لا. هو كل الكلام بيتقال على ام تي اكس باي نيم، وبديها بالمينيمم دوز ممكن ادي 10 مللي، اي ممكن ادي 7.5 مللي في بعض الحالات، فدي مش هتعمل اي مشاكل معايا. حتى لو عيان عنده مايل تولريت ليفر ديزيز، عنده جاستريتس، عنده لوت اوف هير، الدوز دي هتبقى قليله قوي، مش هتبقى مش هتعمل مشاكل ان شاء الله. طيب بعد كده اخر حاجه عندنا مستقبل البيولوجيكال ديماندز. ديفلوب اكتف تي بي اون بيولوجيك، اكتف تي بي المفروض ان انا اوقف البيولوجيكس وبعالج التي بي وبكده برجع للبيولوجيكس تاني. ده الايديال يعني. Unmet needs and controversies. دلوقتي احنا بنتكلم عن مستقبل البيولوجيكس. مشكله اساسيه في البيولوجيكس انها غاليه جدا. الكلام ده حتى في امريكا مش حتى في اوروبا. هم عندهم تامين صحي مغطيهم، بس برضه المشكله موجوده ان انا عندي دواء غالي جدا، وعندي يعني مرض زي الروماتويد مثلا ده 1% من الشعب عنده روماتويد. يعني شعب زي امريكا فيه 3 مليون واحد يا اما عندهم روماتويد يا اما هيجيهم روماتويد. لما نضيف بقى الاوتو اميون ديزيز انا بتكلم في حوالي 10 ل 15% من البوبوليشن ممكن يحتاجوا بايولوجيكس. ده غير بقى ان في اذر ديزيزز ظهر فيها انديكيشن جديده للبايولوجيكس. فالكوست هنا مهم جدا. فدي انميت نيد، ما زالت الكوست مشكله كبيره وعائق كبير جدا لاستخدام البيولوجيكس. السيفتي مهمه برضو. قصه التي بي، قصه الكرونيك انفكشنز، قصه الانفلونزا، قصه المالجنسي، هل في مشاكل بتحصل من البيولوجيكس؟ شفنا حالات جات لها مالجنسي، جات لها بيزك سيل كارسينوما، جات لها ليمفوما، في حاجات شفناها كده حاجات ديفولب دي تي بي كانت ليتر تبقى اكتف وبنضطر نوقف البيولوجيكس. لونج تيرم ريسك، السيفتي بتؤدي بعد كده الى اللونج تيرم ريسك. طبعا النهارده السيفتي دي على مستوى شورت، يعني لما انا عيان عندي خد بيولوجيكس مده شهرين ثلاث شهور مده سنه مثلا، ممكن يديفولب انفكشن او يديفولب تي بي كان ليتر تبقى اكتف مثلا، او خد نيو انفكشن او مالجنسي. اللونج تيرم، طب وماذا بعد 10 سنين بعد 20 سنه؟ هل في لونج تيرم سيفتي ولا ما فيش؟ هل بعد ما يخف ويبطل الدواء او يرجع للديمارد العاديه هل هيحصل معاه مشكله لونج تيرم ولا لا؟ طب هل هو يقدر يبطل اصلا؟ ايه اللينث اوف تريتمنت اللي هيحتاجه؟ هل عيان البيولوجيكس محتاج ياخده فور لايف
ولا بياخده لغايه ما يدخل في ريميشن واكمل تاني بالديمار العاديه. كل دي انميت نيدز، كل دي انا مش عارف انا جابتها ايه لغايه دلوقتي. يعني الكوست لازم تقل عن كده، السيفت لازم تدرس بشكل اكتر من كده، تضع على الفئات اللي هي صعبه ادرسها زي البريجننت وزي اللاكتيتنج وزي قصه الانفكشن والماليجنسي. اللونج تيرم ريسك ان انا بديه لغايه مده قد ايه، ولما حددت مده طويله هيحصل ايه مع العيان. واللونج تيرم تريتمنت، لينث اوف تريتمنت، هل عيانين البريجننت كلهم هيحتاجوا فور لايف تريتمنت ولا ممكن نوقفهم بعد فتره؟ اخر حاجه regulations of generic. هنا الجينيريك اسم غلط، هو اسمها بايو سيميلر. في الادويه العاديه في حاجه اسمها البراند او الاوريجينال مولكيول، وفي جينيريك. الجينيريك بيبقى نفس المولكيول بس معمول في شركه ثانيه. يعني مثلا في الدين ده الاوريجينال بتاع البروكسيكام كان استرويدز. في بقى طلع بقى ايه كتير بقى ال انفلاكام ومش عارف ايه وكل الحاجات دي اللي هي ايه اللي هي الجينيريك. ام جي بيتا فور هيوميا، تمام. ام جي بيتا ده فور هيوميا، ده اللي هو شبه الهيوميا بالظبط. ليه سموها بايو سيميلر مش جينيريك؟ جينيريك انا باخد نفس المولكيول شخصيا، انا درست المولكيول استايل سلسليك اسيد، عرفت ان هو درجتين هيدروجين ماسكين في درجه كربون ماسكين في درجه نيتروجين من الناحيه اليمين، وبعد كده شارك فيهم مش عارف درجه مش عارف ايه، فممكن نرسمه هو نفسه واعمله عندي في المعمل. يبقى ده اسمه جينيريك. يا اما باخد ماده فعاله من نفس الشركه اللي هي انتجته اصلا واعمله انا اعبيه في كبسولات بس. دي اسمها جينيريك. انما البايو سيميلر كل البايولوجيكس بتصنع في خلايا حيه. مفيش مصنع بيصنع الهيوميرا. ده عباره عن ييست انا بدخل لها انتيجين بشكل معين بتعمل لي انتي بودي بشكل معين. يبقى هنا انا ما بصنعش البيولوجيك، انا بعمله بخلي خلايا حيه تعمله لي، يا اما خلايا انيمال يا اما خلايا ييست يا اما خلايا نوع من البكتيريا، المهم بخلي نوع من الخلايا الحيه هي اللي تعمله لي. فمش هقدر ابدا حتى لو عملت نفس الخريطه بتاعت الانتيجين، لو عملته بنفس شكله مش هيقدر ابدا يبقى نفس الحاجه بتاعت الاصلي. بيسموها بايو سيميلر، يعني البايو سيميلر في شكله هو نفس الاصلي، نفس عدد الخلايا، نفس عدد الذرات من الهيدروجين والكربون والنيتروجين والحاجات دي، زي الاصلي بالظبط. لكن هل هو بالظبط؟ مش شرط. ممكن اعمله ولما اجي اجربه يطلع مش هو. ليه؟ هنا في ذره رابطه هيدروجينيه بشكل اقوى من هنا، هنا في ذرتين دول لافين شويه شمال هنا لافين يمين. فالشكل ثلاثي الابعاد للمولكيول قد لا يكون هو بالظبط. ناخد بالنا مهم قوي ان المونوكلونال انتي بوديز او الريسبتور انتاجونست، كل البيولوجيكس يعني كل الانتي بوديز فكرتها انها بتبقى زي المفتاح. لا يكفي ان يكون عندي عدد الذرات او شكل المركب اللي على الورق مرسوم هو نفس الشكل الاصلي، لازم هنا يبقى عندي شكل المفتاح او شكل قفل المفتاح اللي هيدخل فيه الانتيجين عشان يفتح معايا. عشان كده بنسميها بايو سيميلر. انا اول خطوه بعمل نفس المولكيول، باخد مولكيول الهيميرا وافك واشوف يطلع ايه، واخلي ييست يعمله لي بنفس الشكل. بعد كده باخد المولكيول اللي طلع معايا الجديد ده واجربه على نفس العيانين، لازم يديني نفس الافيكاسي. خلي بالكم البايو سيميلر ما ينفعش يبقى اقل في الافكاسي من الاصلي، وما ينفعش يبقى اكتر. دي مهمه جدا. يعني لو الهيوميرا بيعالج 40% من عيان الروماتويد بيخلي في الانتربيشن مثلا وبيخلي 30% فلور ديزيز اكتيفيتي مثلا، يعني ما ينفعش الام جي فيتا يبقى بيعالج 60% يوديهم الانتربيشن و30% بيخليهم فلور ديزيز اكتيفيتي. كده بقى اسمه بايو بيتر، ما يبقاش بايو سيميلر. لازم يكون نفس المولكيول بيشتغل بنفس الميكانيزم، بيشتغل بنفس الطريقه. الفكره انه اللي احنا بنرسمه اللي هو على شكل الواي ده، ده الرسمه اللي احنا بنرسمها علشان نسهل على نفسنا الفكره، لكن هو ما هوش شكل الواي بالشكل السيمبل اللي احنا رسمينه، هو ثلاثي الابعاد، ليه عمق جوه وليه طول وليه عرض وليه ترتيب معين في الذرات وترتيب معين في الروابط. فمهما عملت حاجه شبهه مش هيطلع بالظبط.
وسر المهنه كل شركه مش هتديك سر المهنه بتاعها ابدا. عمر شركه اللي تطلع على هوميرا ما هتطلع لك الييست اللي هي تعمل بيها وتقول لك خد يا عم بيع زيي. عشان كده اسمها بايو سيميلر. وعشان كده البايو سيميلر مش ارخص قوي من الاصلي. هتلاقي الفرق بينهم لا يزيد عن 30 40 مش 40 30 35% من السعر بس. لو الاصليه ب 1000 دولار هتلاقي البايو سيميلر بتاعها ب 700 دولار. على عكس مثلا 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 البريجابالين. البريجابالين لما نزل الاصلي بتاعها اللي هو الليركا كان بيوصل ل 150 جنيه الشريط اللي هو 150 مللي تقريبا مش كده؟ نزل لغايه بوظنا البريجابه والحاجات اللي زي كده ب 7 جنيه و 8 جنيه يعني اقل من 10% من ثمن الاصلي. لان انا خلاص انا ده موليكيول سهل وموليكيول صغير له موليكيولار ويت اللي تعمل زيه وخلاص واشتغل نفس الافكاسي. لكن البايو سيميلر اولا دي البيولوجيكالز بتبقى هاي موليكيولار ويت مور ديفيكالت انها تتعمل لازم تتعمل في بيولوجيكال ميديا لازم تتعمل يعني حاجه حيه هي اللي تعملها عشان كده لازم اعملها لما باجي اعملها لازم بتبقى ايه؟ بتبقى صعبه طبعا في انتاجها فما اقدرش ارخص السعر قوي. وده فرق كلمه جينيريك عن بايو سيميلر. الاف دي ايه بتقول ان اول بايولوجيكس اند بلاد برودكتس ار ريجليتد طبعا ده كنت بتقول في الايه ابروفال بلانس بتوين سيفتي اند امبروفمنت اوت كام نو رول اور ابيتي تو ريجليت كوست مش لسه ايه لسه بتقدر نحكم الكوست لغايه دلوقتي. بوست ماركتنج سيرفيلانس ده مهم جدا احنا بعد ما بننزل الدواء في الماركت لازم نشوف تاثيره على البوست على على البيشنت. ابروفال اند مونيتورنج بايو سيميلر مستقبل البيولوجيكس بيقولوا انه 50% اوف فيوتشر ميديكيشنز 50 في القرن 21 في 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 الايام اللي جايه في السنين اللي جايه بعد 30 سنه من النهارده يعني على 2050 مثلا هيبقى نص الادويه الموجوده في السوق على الاقل بايولوجيكس. 90% من ادويه المناعه والكانسر هتبقى بايولوجيكس. سمول موليكيول يعني كلام مش كتير بايولوجيكس هتبقى اكتر من الاول يعني كده نبقى خلصنا المحاضره بتاعتنا نطلع على كونكلوجن. بايولوجيكال ديفونت موديفايرز او بايولوجيكس هاف بين وندرفول اديشنز تو فيزيكال فيزيشن ابيليتي to improve outcome number of rheumatic and non-rheumatic disease. احنا الاول مره بنتكلم على التريت تو تارجت بقى لما راحت البايولوجيكال اول مره بنتكلم ان هدفنا هو الريميشن او وعلاج حتى يعني ان احنا تو ستوب الديزيز بروجريس مع بايولوجيكس. لونج تيرم ايشو اوف كوست افكتفنس اند بوتنشال ادفيرس افكت نيد تو بي كلوزلي مونيتورد اند بيريودكالي اسيست اند ثانك يو يعني كمان مش مكده دي and thank you. حد قال له اي اسئله يا جماعه؟ ماشي احنا طولنا عليكم شويه بس هي المحاضره طويله هي فعلا يعني انا كده حاولت اختصرها كمان المحاضره انا عندي بديها في الاتفاق بديها في يومين مش يوم واحد. احنا هنوقف الميتنج دلوقتي هبعت لكم الماتيريال كلها الاوديوهات مع الملف الاصلي بتاع الباوربوينت بعت للدكتوره شيماء بعد شويه واحتاجكم عشان كده انا يعني فصلت خالص يعني فعاد عنده اسئله يا ريت يبعتها على الجروب او يبعتها على التليجرام بتاعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.